أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا هربت الشاة ونحوها هل يجوز صيد؟ إذا هربت الشاة ونحوها فهل يجوز صيدها؟ الشاة ما تهرب هربا يعجز الناس، لك البعير، البعير هو اللي يهرب ويعجزون عن مساكه، فيطلق عليه الرصاص، وإذا جرح بأي مكان فإن هذا ذكاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما ندى منها فاصنعوا به هكذا، يعني رميه بالسهم. أما الغنم ما تعجزهم أنهم يسكونه. نعم.